وبين زوايا معرض الشارقة الدولي للكتاب يتجدد اللقاء بين القراء المتعطشين للمعرفة والكتاب الذين يحرصون على طرح إصداراتهم الجديدة وذلك في ركن التواقيع. التفاصيل مع العنود السوري. بين أروقة معرض الشارقة الدولي للكتاب وتحديدا هنا في ركن التواقيع يتجدد اللقاء سنويا بين القراء والكتاب، إذ تشهد هذه الزاوية حضورا لافتا من زوار المعرض. فهنا يوقع معالي الدكتور عبد الله بالحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة كتابه الجديد المعنون لغز التغير المناخي التوازن الهش، وعبره يتناول تأثير المناخ وتغيراته، ليضيف الإصدار قيمة للمكتبة الإماراتية والعربية، حيث يعكس فكرا نيرا وتجربة غنية تستحق التوثيق والمشاركة. نحن نتكلم عن ارتفاعات غير مسبوقة لدرجات الحرارة في هذا الكوكب، كذلك نتكلم في أعاصير غير مسبوقة، نتكلم في حوادث غير مسبوقة لها علاقة بتغير المناخ. لذلك هذا الكتاب أتى ليبين أنه ما يحدث اليوم هو عبارة عن مؤشر سلبي لما نقوم به نحن في هذا الكون، ونقدمه لحماية القادم من الأجيال وحماية أبنائنا ربما على الوقت القصير. حتى تاريخ اليوم 11 نوفمبر شهد الركن توقيع أكثر من 400 إصدار تنوع ما بين الأدبي والتاريخي والشعري وغيره من المجالات، ولا يزال الركن سيشهد المزيد من تواقيع المؤلفات الجديدة حتى نهاية المعرض في 17 من الشهر الجاري. مشاركتي في معرض الكتاب كان مبادرة جداً طيبة، أن نحن كأمهات أصحاب الهمم 10 أمهات كل أم لها قصة عن تحدياتنا مع أطفالنا من أصحاب الهمم، والإعاقة قدر والإنسانية قرار. كتابي يتكلم عن معاناة طفلة في المدرسة، في البداية ما كانت تعرف شرح المدرسة، مع مرور الوقت دنا مستواها الدراسي فلجأت الأمه عشان أن هي تساعده كيف أن تتغلب على هالمشكلة اللي عندها. فالتوجه اللي أنا أتوجه فيه من هاي القصة أن أي شخص عنده سؤال يسأل وما يتردد في السؤال، سواء كبير ولا صغير، وأول شخص يلجأ له أهله اللي هي أمه، إذا أمه ما كانت موجودة خواته أقرب شيء أنه يكونون من العائلة، لأن أصدقائه ما بيعطون النصيحة مثل ما يعطون أهل النصيحة. ركن التواقيع في معرض الشارقة الدولي للكتاب من الركائز الأساسية في نجاح وتوسع قاعدة الكاتب وإصداره، إذ تتيح المنصة فرصة للتواصل المباشر بين الكاتب ومحبيه، حيث يستشعر المؤلفون بالقيمة الحقيقية لأعمالهم من خلال ردود أفعال قرائهم، وكذلك يعبر الجمهور عن حبه للكاتب عبر اقتنائه لكتاب المبدع. إذن لم يغفل معرض الشارقة الدولي للكتاب عن إتاحة الفرصة للزوار للقاء كتابهم المفضلين للحصول على تواقعهم على أحدث إصداراتهم. لأخبار الدار، العنود الصوري.